لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي في برنامج الريفت بتلاقي فيه بعض الأدوات المساعدة اللي بتسهل على شغل جامد جدا، والشغل اللي كنا بنرسمه في 3 4 شهور في الأسبوع ممكن نرسمه مثلا في أسبوع أسبوعين في الريفت. بس في بعض الحاجات ممكن ملهاش، زي مثلا إيه الكوبري ده تيجي تدور عليه مثلا في الاستراكشر ما تلاقوش، ممكن مثلا في السيستم تلاقي فيه بعض الحاجات ناقصة شوية، ممكن الريبار تلاقيه ضعيف شوية. طيب الحاجات دي احنا عايزين نوصل لحاجة كويسة جدا، طيب نعمل إيه؟ بلاقي عندي حاجة اسمها ادنس، تمام. وفي بعض الادنس بتبقى خاصة ب مثلا الكباري، مثلا سيفل ستراكشر، الموديلينج، ان انت تعمل الريبار بطريقة اقوى، تمام. دي ادنس اسمها اوتو ديسك ريفت اكستنشن، تمام. دي اداة اسمها اوتو ديسك ريفت اكستنشن ستراكشر. فبتلاقي فيها مثلا ان انا ممكن اعمل موديلنج، ممكن ان انا اعمل رافتر فريمنج، ممكن في السيفل ستراكشر اعمل بريدج كونكريت، ممكن السلاب وجريت، ممكن اعمل روت. فبتقدر تظبط الخصائص بتاعتها، تقول له اوكي، يبدأ هو بقى ينشئ الروت. الأداة ديت موجودة ببلاش على الموقع بتاع الديسك، بس لازم تكون معاك نسخة أصلية أو تقول لحد من صحابك يكون عنده نسخة أصلية يتهيألك يعني. امبورت اكسبورت، ممكن تعمل امبورت اكسبورت ال SDNF CIS2، تمام. فأنا ببدأ أشوف الأدوات الخاصة بيا، الأدوات الخاصة بيا. ممكن ألاقي أدنس ملهاش علاقة بيا خالص، مثلا أنا شغال معماري وفي حاجة إلكتريكال، مش لانها بلاش استرخص واروح منزل، لا ابدا اشوف ايه اللي انا عايزه، لان كترها هيضرب لي الريفت او يتقالوا على الاقل. انا دول مسطبهم مجرد بس ان انا اشرح عليهم، وبعد كده بشوف ايه اللي انا عايزه واشيله. يعني قدامي حاجات مثلا ابجريد، ده انا محتاجه ان انا اعمل ابديت لعدد كبير من الملفات مره واحده، بدل ما كل ما افتح الملف يقف فتره مهنج، تمام. في بعض الادوات انا مسطبها مجرد بس ان انا ابدا ادرسها، اشوف ايه اللي انا عايزه، واللي انا مش عايزه بروح للمسار واحذفه، او ادخل في كنترول بانل اديت ريموف واشيل الحاجه اللي انا عايزها. الاداه دي خاصه بستراكشر. طبعا لو واحد مثلا كهرباء وسطبها، اللي نفسي بتاع الجهاز مع ذلك ما سيبتش منها، بس هي ادوات كويسه جدا للي شغال في الاستراكشر، ان هو ممكن مثلا يعمل تراس بادق او بخصائص اكتر من الموجوده في الحاجات الأساسية اللي موجودة في الريفت. أخوكم عمر سليم.